يلا السلام عليكم متابعينا الكرام. نزع الورد، راح نعلمكم على طريقة زرع أقلام الورد. أول شيء تقصون القلم هذا 15 إلى 20. ثاني شغلة خلونه بالمجدر لمدة 3 ساعات. طلعونه من المجدر، وين تخلونه؟ خلونه بهذا المعقم، هذا ضد الفطريات والتعفن. لما تخلونه ساعة، هسه احنا شو نسوي؟ نشكل 6 انواع: ابيض، اسود، اصفر، برتقالي، اسود، وردي. يعني 6 انواع تطلع عندنا تشكيلة حلوة. ورا ما نكمل شكال الاقلام، ان المجذر اللي بقى نديره عليه، وهذا مال الفطريات والتعفين هم نديره عليه 10 3. ماشي؟ وقف. وبهالطريقة من كل نوع ناخذ لنا قلم، تطلع لنا شتلة مشكلة. الشكل وهاي عملية التعفير عن الفطريات والتفحم. شوفوا أصدقائي المتابعين، وأنا بخدمتكم. هذا رشينا المجذر، وهسه رشينا المعفر. وهذا وضعه بالنهاية بالشكل. لازم نايلون خفيفة لو ما شنو اشعة الشمس. وانا بخدمة الطيبين.